فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبدع من أسماء الله سبحانه؟ البديع، بديع السماوات والأرض، ما جاء لفظ المبدع إلا من باب الإخبار، تقول مبدعهما وموجدهما من باب الإخبار لا بأس، أما من باب التسمية تجعل من أسماء الله المبدع هذا ما جاء، إنما جاء بديع السماوات والأرض، نعم، فاطر السماوات والأرض، نعم.